مالوريزمون يعني دي ما نقولوا النتائج التحكيميه هي اللي تحدد بالك مصير تاع فريق باش يتفادى السقوط، فريق باش يسقط. المهزله الكرويه اللي شفناها اليوم يعني ما تقدرش تفوت عليها بالك هكاك، يعني بينالتي بالك ايماجينابل اللي ما صفرش الدقيقه الاخيره، يقول لك لا مال تاعو كانت كولي في الارض. سي با اون مان، هذه سي ان بارا تاع جاردان اللي يشد البالون، هذا سي با اون مان. بيت فالابل ثاني لينا حنا ثاني كيف ما يتاكورداش يعني. اللي دوكا لي فيديو راهم كاينين يعني نشوفهم ان شاء الله البلو فيت بوسيبل، ما يخلوهاش بالك باش تفوت هكاك يعني. سي مالورو يعني السيافا هذه لجنه التحكيم اللي راهي تعين في مقابلات مصيريه حكم ولا مره يعني ادار مقابله في المحترف الاول. البقاء هنا على ارضيه عين بيض دار البيضاء، ولكن كون شفتوا يعني اللقاء جرى في ظروف يعني شويه صعبه، يعني كانت يعني اشياء خارج كرة القدم بكل صراحة. يعني كنا تقبلنا يعني سجلوا علينا زوج اهداف، عرفنا كيفاش نسجلوا هدف وسجلنا هدف، وكانت عندنا ضربة جزاء في اخر المطاف. انا نظن يعني على الاقل كنا نستاهلوا نقطة. والله غير التحكيم بكل صراحة، يعني تكلمت معاه انا، دخلت يعني الأرضية الميدان وقلت يا الحاكم اعطي صورة يعني جميلة للكرة هذه، ما تخليناش احنا يعني نتنرفزوا. ولكن شفنا اشياء واحد اخرى، والحاكم انا نظل حاكم يعني سيء بكل صراحه، يعني باش نتفاهموا يعني الحاكم كان سيء. وهذه هي المباراة كانت صعبة ضد منافس اللي جا لعب كل حظوظ تاعو هو ثاني اللي مازال ما ضمنش البقاء. يعني نحيوهم اتحاد بسكرة على الروح الرياضية اللي لعبوا بها ويعني الحماس اللي كانوا حاضرين به. نشوف انه اليوم المهم والاهم لينا كان ثلاث نقاط، والحمد لله على ثلاث نقاط.